السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم وصفة صاروخية للطويل الشعر وتكثيفه، للناس اللي تعاني من تساقط الشعر ولا من الفراغات في الشعر. انا عندي هنايا مكونين يعني سحريين في المطبخ وبسيطين، واش نقول لكم، اللي هما البصل والثوم. حندير نحيو غير العصير ديالهم، راكم تشوفوا الطريقة قدامكم. البصل اللي غني فريمون بالمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية للشعر، واش يدير هو يعزز البصيلات بالأكسجين مما يحفز انبات الشعر. لا ميم شوز، الثوم تاني غنية بالفيتامينات كالبي البي ا والبي 6 والفيتامين سي الذي يعزز بناء الكولاجين، كما يحتوي على المعادن كالكبريت. وهذا الكبريت واش يدير، هو راه يطهر فروه الراس وبذلك ينبت يعني الشعر بسرعه. هنايا حنا ناخذ العصير ديالو نديروه في فروه الراس، تقعدوا ساعه ولا زوج، بعدين تغسلوه عادي، وفي الاخير لازم تشلو بالماء والخل باش تحدوا من رائحه البصل. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. الى الملتقى.